جفاف كبير يضرب السهل والجبل، فاقمه ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة في المناطق الواقعة بين الشمايتين والمضاربة التي تعد وجهة رعاة الإبل والحيوانات من مختلف مناطق لحج وتعز، وهو ما تسبب في مضاعفة المتاعب لهؤلاء الرعاة بفعل هذا الجفاف من خلال التنقل للحصول على الكلأ والماء. الساعة أخرج الساعة 5 وروحت الساعة 4 4 ولا عاده الساعة 4 نروح ولا عاده زي والمي ما هلش والمي ما هلش نروي بالبيت وحين بالوادي ندور تعب لا ريت على تعب فينا. الجفاف والله تعب ما فيش مطر يعني بهاي تكون جفاف جفاف من شان الماء تكون تنقل من مكان لمكان تجيبه وما تكون جنب البيت حقك كانت تسكن من البيت. ترحال يومي لهؤلاء الرعاه في مناطق تعد الحيوانات الثروه الاكبر لهم ومن اجلها يجوبون السهول والجبال لاشباعها في ظل جفاف وشحه المياه في هذه المناطق وضعف مردودها جراء الجفاف الذي تشهده هذه المناطق. يعني قريب غيل كنا نرعي لقريب قريب ونرجع للغيل. هذه الايام كيف؟ الايام قادر ايام عندنا لحن الايام شمال الايام اللي كانت تحافظ عليهم وتسقيهم على كل يوم وتجريبهم من هنا لهنا اللي بغيت تقع مطر الايام تقع مطر الايام ولا الايام يروحوا عليك يكون الزغير يقتلب والكبير يزيد. لعل عدم وجود الآبار القريبة من مكان رعي الرعاة وتأخر موسم الأمطار هو واحد من أكبر الهموم التي تشغل رعاة الحيوانات أثناء تنقلهم للرعي بين هذه الجبال التي تفتك أحيانا ببعض هذه الحيوانات بفعل الجفاف، ومن أجل ذلك يستمرون في التنقل للحصول على المرعى الذي يحافظ لهم على هذه الثروة. محي الدين الصبيحي لقناة اليمن اليوم.